في عالم كرة القدم المتعة لا تكتمل إلا بالحضور الجماهيري الذي يضيف للمنافسات مزيدا من المتعة والإثارة، كما تعتبر الجماهير هي المحرك الأول والدافع الأكبر للاعبين لبذل المزيد من العطاء داخل المستطيل الأخضر. في هذا الموسم لم يكن الحضور الجماهيري بالمستوى المأمول، حيث حضر في الدور الأول من دوري المحترفين 438 ألف مشجع في 182 مباراة، أي بمعدل 2400 مشجع لكل مباراة، ويعتبر هذا الرقم متدني جدا مقارنة بمواسم سابقة. وبالرغم من المستويات المتذبذبة هذا الموسم لفريق الاتحاد، إلا أن جماهيره كانت الأكثر حضورا ومساندة لفريقها ب 92 ألف مشجع في 13 مباراة، بمعدل 4900 لكل مباراة. الهيئة الرياضية أحست بالعزوف الجماهيري الحاصل هذا الموسم، حيث وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بتخفيض الحد الأدنى لأسعار التذاكر الموحدة في جميع الملاعب السعودية خلال الموسم الحالي، ليصبح 20 ريالاً عوضاً عن 50 ريال التي كانت الحد الأعلى قبل القرار. كما وجه بتقديم 28 سيارة للسحب عليها خلال مباريات الجولات الأربع القادمة بواقع سيارة في كل لقاء، وذلك بالتنسيق مع شركة الراعية للدوري السعودي للمحترفين في محاولة لإعادة الجماهير وإيقاف العزوف الحاصل هذا الموسم. فهل تثمر محاولة الهيئة في إعادة الجماهير أم أن هناك أسباب أخرى كانت السبب وراء الغياب الجماهيري؟